دكتور محمد، بس بدي أكد شغلة مهمة للصغار. تفضل. لازم تكون في مراجعة دورية عند دكتور الأسنان، مش ضروري خاصة عند أخصائي الأطفال أو أي دكتور عام، لأنه لازم الطفل يتعود على البيئة، ما لازم يفوت وهو موجوع. لما هو موجوع بتزيد بتخوفه بالزيادة، لما يكون الطفل هو موجوع مش نايم عنده قلة وعي بده ياخذ عن إبرة، يعني ما حياخذ ما حياخذها. الزيارة المنتظمة لطبيب الأسنان منذ الصغر مهمة جدا، بتسهل خاصة كثير في حياة عمر المريض. لازم الأمريكانز بيزودوها شوي، بس نحن يعني بيسخطوا العمر. بس على أنا بدي أوافق الدكتور علي، يعني على أي عمر ممكن يبلش الأطفال ليزوروا طبيب أسنان الأطفال؟ هلا إذا بدك تمشي صح بدك تبلش بتوعي الأم الحامل إنه كيف أهمية أسنان اللبنية، إيش مضار إنك تخسر أسنان اللبنية. هاي من الحمل. بعدين على السن الأول لازم تبلش التفريش. لازم على السنة الأولى، وهو عمره سنة واحدة. السن الأول. مش السنة الأولى، السن الأول. الأكاديمية الأمريكية. بعدين لازم الزيارات تكون كل 6 أشهر. للطفل نشوف، لانه في اطفال بتعرضوا للتسوس اكثر من اطفال ثانيين، يعني اللي بياكل الشوكليت، عفوا اهاليهم مش فاضيين لهم، هدول بيكونوا معرضين للتسوس اكثر، فهدول لازم يحطوا تحت. بنعتبر لما نقول اهاليهم مش فاضيين لهم يعني لو سوشيو ايكونوميكال ستيتس، بنقول يمكن في قله وعي بيكون على الاهتمام بالاطفال، ما بنقول غير انه ممكن يكون لازم ننتبه اكثر للطفل لانه ما بيقدر يستدل لحاله. بدنا ما قلت التفريش عفوا كمان مو واحد من الاشياء صح. بس هلا المشكله انه هاي قله العنايه بالفم والاسنان شبه يعني موجوده بالبلدان في طور التقدم زينا، موجوده بكثره اذا بنقدر نقول. مع الاسف مع الوقت عم بتقل اكثر، صار هلا الانفتاح على الوعي بيزيد. الوعي عم بيزيد بسبب انواع الاتصال المختلفه اللي ممكن الواحد يبحث عن معلومه فيها. طيب بدي اجاوب انا على السيد عمر بخصوص ما نسيتك، انا بخصوص التهاب اللثه والنزيف المتواصل، وانت عم بتقول انه هذا النزيف كان موجود قبل التركيبات وبعد التركيبات، وانه انت بتعتني حوالي 5 مرات باليوم. بهاي الحاله انا بنصحك انه زياره طبيب مختص باللثه، الا وهو اخصائي معالجه اللثه وعظام الفك، ضروري جدا، وعندنا منهم الكثير في الاردن رائعين زملائنا اخصائي اللثه، كثير بحلوا مشاكل مخفيه عن العين. بس للمعلومات، علاج اللثه وصحه اللثه احنا بنسميه بطب الاسنان هو اساس كل المعالجات في طب الاسنان. اذا كانت اللثه سليمه وعظام الفك سليمه بنقدر نمشي من وراها ونعمل كل العلاجات الثانيه، اذا ما كانت سليمه ما بننصح انه نعمل اي اجراء. تخيلوا لاي درجه مهمه اللثه والانسجه اللي محاوطه بالسن، لهي الانسجه في اختصاص الا وهو اخصائيين معالجه اللثه وعظام الفك. بنرجع هلا لدكتور علي، بدي اسالك عن الفرق اللي بيجيك في معالجه حالات العصب. يعني اذا كنت عم بتعالج يعني المرضى بيتفاجئوا انه بيسمعوا مرات بالعصب، بدي اعمل علاج عصب لهذا السن، هذا فيه قناه الوسطى، السن القاطع الوسطي، واذا بدي اعالج طاحونه او راحه زي ما بسموها في عندي 3-4 قنوات. ممكن نسلط الضوء علاجيا شو هاي هي الفروقات اللي يمكن ما يكونوا واعيين عليها بعض المرضى؟ زي ما تفضل الدكتور، كل سن بفرق عن الثاني، يعني سواء كانت القواطع ممكن تلاقي فيها قناة، أحيانا قليلة في قناتين خصوصا بالفك السفلي. الأنياب نفس الإشي. هلا إحنا خلينا نبسطها، عادة الأسنان الأمامية فيها قناة واحدة. هلا شو يعني فيها قناة واحدة؟ يعني بكون شوي المجهود أقل على الطبيب أثناء العلاج، الوقت أقل. لما تروح شوي للطواحين بصير المجهود أكثر، عدد القنوات بيزيد، ممكن 3 ممكن 4 أحياناً 5 و6 و7. بصير في مجهود. في حالات نادرة أعزائي المشاهدين، عم بنأكد إنه هاي في حالات نادرة، إحنا بنشوف إنه ممكن يكون في 5 6 أو 7 قنوات في الطواحين. هاي بنسميها شو دكتور؟ هذا الفروقات ما بين أعصاب الأسنان اللي ممكن نلاقي فيها عدة قنوات. هلا هاي تختلف حسب العرق. هلا في ناس بيحكوا انه في مثلا الاسيويين عدد قنواتهم اكثر من مثلا الامريكان، يعني في لها شويه احصائيات.
ولكن بتقول فروقات تشريحية. anatomical variations أو فروقات تشريحية بتختلف من إنسان إلى آخر. حتى ممكن تختلف في الإنسان نفسه، ممكن تلاقي جهة فيها 4 قنوات، ممكن تلاقي في جهة 5. يعني في نفس، حتى في نفس الفم، في نفس في نفس المريض، مش لازم إنه يفرق كتير. هلأ بدي أرجع للدكتورة فرح. دكتورة فرح، قدي مهم هو الحفاظ على هاي الأسنان اللبنية، وشو بنعمل بحالة إنه الطفل عم بتوجع بأسنانه اللبنية؟ إيش الإجراءات اللي ممكن يعملها أخصائي الأطفال في معالجة الأسنان اللبنية؟ أهمية الأسنان أصلاً بشكل عام، أنت بتقدر تستغني عن أسنانك؟ لا بالضبط. الطفل شو بده يفرق عنك؟ لا بيقدر يأكل، لا بيقدر يشرب زي هيك، لا بيعرف ينام، بيصير عندي هايدريشن. طبعا لما يكونوا تعبانين هايدريشن شوي بيصير، يعني فقدان السوائل، السوائل لقدام اذا ضل موجوع، ما بيصير بالمدرسه، بيقل نشاطه بالمدرسه، بيقل تقدمه الاكاديمي. يعني في كتير اشياء بتنبني على الاسنان، ممكن تاثر على ادائه الاكاديمي. يعني مثلا من النصائح اللي ممكن نعطيها احنا لمشاهدينا الاعزاء، انه لما يكون الطفل متوجع بيكون تركيزه اقل، بيكون نشاطه اقل، ممكن تاثر على فتره مرحله من نموه إذا كانت هاي الحالة مستمرة معه ومش قادر يعبر أو تعبيره ما عم بيوصل، برفض الأكل، بنزل وزنه، يعني عدة أشياء بتتعلق بالأسنان. لا ناهيك عن الأشياء، الناس كثير بتقولك إيه ما خلص سن لبني، سن لبني بيطلع غيره، بيسحسن لحاله. بالضبط. فيعني هاي بنواجهها، أنا معهم، بس في مرحلة عمرية معينة الطواحين كثير مهمة، لأنه هي آخر تنتهي. طواحين اللبنية، اللبنية أكثر مهمة جدا، كلهم مهمين. هلا الأسنان اللبنية بإيش بتهم؟ ليش لازم يحافظوا عليها؟ ليش مهمة؟ كل شيء. اول شيء الصغار البري سكولرز كثير بيهتموا اسنانهم اللبنيه القداميه الاماميه. يعني بروح كثير عندي اطفال بيجوا كثير بهمهم، مثلا رايحه على باليه انه اسنانها القدام مثلا يكونوا حلوين ووايت، هذول بيكونوا صغار كثير عمر اربع ضحكتها. يعني شو بتفكر الصبايا بينتبهوا على حالهم وهم هم صغار؟ في 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 فئه من الاطفال عندها وعي على جماليات ضحكتها كثير. غير هذه الناحيه الجماليه، غير اللي مش قادره تاكل او اللي مش قادر ياكل، اللي موجوع طول بالليل مش عارف ينام. يعني طيب شو العلاجات اللي بيقدمها طبيب الأسنان اللي يمكن ما يكون واعيين عليها المجتمع؟ إذا بنقدر نوعي إنه الأسنان اللبنية بحاجة إلى مثلا حشوات. و أنا برجع بأكد أول شيء إنه بنفضل كلنا إنه نشوف الصغار بأول التسوس كوقاية قبل العلاج، قبل ما نوصل لمرحلة العلاج. بالضبط، نبلش نوقي. هلأ في إذا اضطرينا في يعني في حشوات بسيطة لا تسوس بسيط، وممكن توصل لاستئصال العصب او بتر اللب الحي. في كثير حالات تحتاج لبتر عصب يعني بالاسنان اللبنيه. اتصور الناس ما بيتوقعوا عن الاسنان اللبنيه، بيقول لك هو سن لبني. بالضبط. اقعد اعمل له بتر جزئي او للعصب سوسة صغيره وصلت عصب، العصب كامل. انه بيشوفوها الام مثلا تفحص اسنان اولادها، بيشوف انه سوسه صغيره. هي بالفعل صغيره، بس بالنسبه للسن نفسه هو لانه صغير ومينته صغيره ونحيفه واللب كتير قريب من السطح، فهو اوريدي بيكون اللب اكبر. بيكون اكبر. في معنى صوره بحب افرجيها للمشاهدين، صوره رقم 4 بتفرجي الفروقات ما بين، حفرجيكم الفروقات ما بين الاسنان اللبنيه والاسنان الدائمة للكبار. حتى بيفرقوا بالشكل، بيفرقوا بالعدد. ممكن نستعرض صورة رقم 4. نعم، هاي معنا صورة رقم 4. إذا عم تطلعوا على الشمال هلأ بتشوفوا دكتورة فرح صالحيني، هدول هم الأسنان اللبنية على الشمال، اللي هم عددهم 20 بكون لعمر 5 بعدين، أو 5 أراوند 6 بعدين لما يطلعوا الأسنان دائما أكيد بيزيدوا. فأنتوا أبنائكم عندهم 20 سن بفمهم وهم صغار، لبنيات 20 سن. والكبار دكتور علي قد ايه، كم سن؟ 32 32 سن. ففي فرق مع 12 سن عم نحكي. بالضبط. وهدول بيطلعوا بعد الأسنان. الناس بيفكر انه ما بدل، لما بيجوك على العياده مثلا بقول لك العش، طب ما هو كيف تحطوا هي دائما مسوسه؟ ما هو ما بدلها. هي طلعت وراء الارش، يعني وراء الاسنان اللبنيه. هاي كثير بتهمني الطحونه، لانه هاي الطحونه السادسه كثير مهمه، لانه هي نقطه الارتكاز لقدام للاطباق. بالضبط، للاطباق الواحد. هي اكثر طحونه احنا بنسحب عصبها. بالضبط، لانه بتسوس على الكبار. اكثر طحونه عم بلاقوها اخصائي المعالجه اللبيه هي الطحونة السادسة أو أول راحة دائمة، اللي بتطلع وراء، عم بتقولنا الدكتورة فرح، تطلع وراء الأسنان اللبنية وما بتتبدل. بالزبط. ما رح
تتبدل. فديروا بالكم على صحة أسنان أطفالكم لأنه مهمة. بإيش مهمة صحة أسنان الأطفال كمان؟ ليش بنحاول نحفظ؟ أنا بعرف أنه مرات لما تخلعوا سن لبني بيقولوا له بدنا نحط حافظ مسافة. عندك مشاكل تقويميه ممكن يعني هلا في مدارس بتأيد حفظات المسافه، في مدارس ما بتأيد حفظات المسافه. مدارس عم نحكي يعني تجمعات ثقافيه علميه في طب الاسنان مع هذا الاجراء الطبي او مش مع هذا الاجراء الطبي الا هو حافظ المسافه. اوفرول لما تخسر سن لبني اكيد محله رح يصير فيه مشكله، يعني وين السن الدائم بده يطلع؟ شو المشكله رح تصير؟ يا السن الدائم رح يطلع مش بمحله، يعني مش رح يفقد مسافه بالزبط. فرح يطلع اعوج، يا رح يطلع لقدام يا رح يطلع لورا، او ممكن ما يطلع خاصة اذا فقدنا بسن مبكر وكانت طريقة الخلع كانت شوي يعني دفشة. مش عارفة ممكن احنا انه مؤذية احنا بنسمي قلع مؤذي او قلع حميد تروماتيك يعني. هلا مثلا اذا بنقدر نلخص هيك احنا لمشاهدينا الكرام انه الاسنان اللبنية الحفاظ عليها الى حد كبير بيساعد على التقليل او التخفيف من شدة مشاكل التقويم، المشاكل التقويمية خاصة اللوكل. طبعا يعني لانه لحالهم الدكاترة التقويم عم بيعانوا من المشاكل الخلقية في العظم، فلما هي بحد ذاتها مصيبة كفاية الموروثة يعني عشان يحلوها. فوق هذا تزيد انك تفقد مسافة صفصفة الاسنان صعبة يعني، الله يكون في عونهم صراحة. فالعناية بالاسنان اللبنية اعزائي المشاهدين ممكن توفر على صحة اطفالكم تقويميا الكثير الكثير، وعليكم ماديا الكثير الكثير. راس مالها فرشاي ومعجون ممكن يوفروا عليكم الاف الدنانير في الحياة، وجماليا السن الطبيعي بيضلوا كثير احلى، وتقويميا الحالة بتكون اقل شدة اذا احنا حافظنا على الاسنان اللبنية لانه هي اللي بتحفظ مسافة العظم للتقويم. معنا اتصال، نريمان تفضلي انت على الهواء. اهلين اهلين دكتور. اهلا وسهلا. انا بدي اسال لو سمحت الاطباء، في اطفال يعني مرضى مثلا للتوحد او امراض يعني مستعصية، هذا لوين الانسان بده يوديهم؟ في حالة ألمهم عادي ولا دكتور أخصائي لإلهم ولا إيش؟ أكيد في حالة إذا كان المريض طفل وعنده حالة خاصة مثل التوحد. التوحد. دكتورة فرح، طفل التوحد إذا كان عنده ألم بالأسنان، شو مشكلة إنه يكون طفل التوحد عنده ألم بالأسنان ومين لازم يشوف؟ هلا نحن ببدايتها ليش قلت لي اهميه تخصص الاطفال؟ كل واحد بيعرف يحفر ويحشي، وكل حدا لو طول باله بيعرف انه يعالج هذا السن طبيا بشكل اساسي بروتوكولي، بس اخصائي الاطفال بيعرف يعني الحالات المستعصيه، يعني الاطفال كيف، لانه نحن بنتدرب كيف نتعامل مع الاطفال واللي عندهم احتياجات خاصه، كيف نتعامل معهم، كيف نقرب. مثلا المدام تقول طفل التوحد مش سهل التعامل معاه ابدا، لانه ليش؟ طفل التوحد بحب نفس المكانات نفس الاطياف، ما بحب نفس الالفه. يعني ما راح تدخله على يعني ما راح يقعد على الكرسي بس زي اي طفل، مثلا تعرفه على الاجهزه تحاول انه مثلا تحببه فيك تعطيه هدايا بتفاعل مريض التوحد. حسب طبعا حسب كل مريض وقد ايه الدرجه. طيب وقد ايه مريض التوحد كيف ممكن نقدم له احسن علاج للاسنان الطفل التوحد بالذات الطفل؟ يعني انا بحزن على الاطفال لانه لا حول ولا قوه يعني بمرحله معينه. يا ربي الله يشافيهم والله يعطي عافيه لاهاليهم، لانه يعني هذا ابتلاء كبير ونيالهم ان شاء الله على بلواهم، ان شاء الله بيكونوا هدول محلهم للجنه ان شاء الله عن جد، لانه انا دومت كثير معهم وانا بعرف قد ايه بيعانوا الاهل التوحد او اللي عندهم اعاقات او ذوات حج يعني حاجات خاصة. كيف بتصرف طبيب اسنان الاطفال مع مريض التوحد؟ بده يحاول هو التوحد هم مش اصعب الاطفال اللي عندهم الاعاقات بالعياده، بالعاده بيروحوا تخدير عام، بس هو لازم تركز على التاليف. يعني اذا الفك في اطفال توحد بقعدوا على الكرسي معي مثلا مبدئيا، بس في اطفال ما بتقدر يعني الا تدخلهم تخدير عام خاصه لما يكون عندهم كثير مستأصل. ويمكن احسن شخص لتقييم هاي الحاله بهاي الحاله بكون اخصائي طب اسنان الاطفال، هو قادر على تقييم الحاله انه اذا بقدر اعالجه سريريا دايركتلي أو مع أكيد مع النيورولوجيست مع دكتور الأعصاب الأطفال، يعني هدول بيشتغلوا كفريق واحد أكثر عشان يعرفوا لوين يحددوا. كثير ناس ما بتتخيل إنه في طبيب أسنان ممكن يرن تليفون على النيورولوجيست.